أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر أيضا: كلما تذكرت أمي رحمها الله بكيت وقرأت لها الفاتحة، فهل بكائي يضرها في شيء؟ البكاء لا يضر، إنما الذي يضر النياحة والجزع، أما مجرد البكاء فإنه لا يضر، أما قراءة الفاتحة لها أو شيء من القرآن فهو غير مشروع، أنه لم يرد به دليل، لكن تدعو لوالدتها وتستغفر لها وتتصدق عنها، أما قراءة القرآن للميت فاتحة أو غير الفاتحة هذا غير مشروع. نعم.